السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين معانا العزل بتاعنا هنا شغالين بنلحم لحام المنبرين اللي هو البتومين. هنا عندنا الوش الاول اهو بندهن البتومين، واضح كده معانا اهو تمام. بعد كده بنركب على البتومين الدهان المنبرين اللي هو دوت. التخانة بتاعته 4 ملي تمام. لازم الركوب بتاع القطعة الأولى على القطعة التانية بيبقى 10 سنتي. هما كده كده محددينها 10 سنتي في الرسمة، القيمة دي كده 10 سنتي. فاحنا بنشتغل على الخط ده ان هو يكون موجود على اللحام زي ما باين معانا. ادي اللحام اهو، ده بيركب رول على رول، كل 10 سنتي بيركب معانا. ده اسمه اللحام بتاع العزل اللي هو بيتعمل بيه الباشبوري. الباشبوري اهو، دي الانبوبه بتاعته، وادي الخرطوم، ده اللي بيحرق. وفي فيديو تاني هبقى انزله والراجل شغال وهو بيحرق المنبرين وبيلحمه في بعضه. الاداه بتاعت اللحام المسترين ده والباشبوري، بيسخن بيه وبيسيحه ويلحم الاتنين على بعض. ده بالنسبه للفرش اللي هو على الارض. اما بالنسبه للوزره زي ما احنا شايفين بتتلحم في الحيطه. ان شاء الله هنكمل في الفيديوهات اللي جايه مع بعضنا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.